السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو ده الفيديو الثالث في مراجعة أسئلة الريتن في الجي اي تي. السؤال الأول اللي هبدأ به هو سؤال الأبندكس أو الفيري فور أبندكس، الزائدة الدودية. لو جاي السؤال هتكلم عن إيه؟ هتكلم على ديفينيشن، والديفينيشن متضمنا الطول. تاني حاجة هتقول لي سايتس، تالت حاجة هتقول لي الفاريابيليتي بتاعة السايتس. اول حاجه بالنسبه للديفينيشن، زي ما انت شايف كده، دي الابندكس، هي نارو وورم لايك تيوب، عامله زي الدوده. الطول بتاعها 2 سنتيمتر تقريبا. السايد بتاعها قالك بتطلع قريبا من الاليوسيكال فالف، المكان اتصال بالاليوم بالسيكم، تحديدا من اي وول من السيكم، بتطلع من البوستروميديال وول من الباك وناحيه الميديال سايد، زي ما انت شايف كده داخل ناحيه الميديال سايد. يبقى تاني كده، هي نارو وورم لايك تيوب بطول 2 سنتيمتر. السايت بتاعها قالك بتطلع من البوستروميديال وول بتاع السيكم قريبا من الاليوسيكال فالف او تحت الاليوسيكال فالف. طيب بالنسبه للابنورماليتيز في البوزيشن بتاعها، فاحنا عندنا الابندكس ممكن تكون موجوده في اكتر من اتجاه او في اكتر من مكان، على حسب المكان بتاعها بنبدا ان احنا نسميها. فقالك بص كده، قالك ممكن تكون موجوده ورا السيكم فنسميها ريتروسيكل، ممكن تكون موجودة تحت السيكم فنسميها سب سيكل بلو سيكم، ممكن تكون موجودة على حافة البلبس. بص كده، المفروض ان السيكم ده موجود في الإيلياك فوسا، فلما تنزل الابندكس منه بشكل طولي كده وقفل تحت، بتبقى كده نازلة على حافة البلبس اللي احنا بنسميه البلفيك بريم، فنسميها بلفيك او ديسندنج ابندكس. طيب ممكن تبقى موجودة لها علاقة بالإليم، او تكون موجودة قدام الإليم او ورا الإليم، فنسميها بري إليال او بري إليك او بوست إليال. طبعا الموضوع اللي بيحصل ان هو يكون الابندكس على حسب البوزيشنز بتاعتها، البوزيشن ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على طول الميزنتري اللي ماسك فيها، اللي احنا بنسميه الميزو ابندكس. كل ما كان الميزنتري ضيق، كل ما كان الابندكس قريبه من السيكم، وكل ما ابتعدت عندها واقتربت من الاليوم كان الميزنتري اطول. فالبري اليال والبوست اليال دول بيدلوا على طول الميزنتري اللي احنا بنسميه ميزو ابندكس، اللي بيدي جريت موبيليتي للابندكس لدرجه انها تعدي من السيكم كده وتمتد لحد ما تعدي قدام او ورا الاليوم. ما علينا، ده كان موضوع الابندكس. الابندكس بتكلم عن ايه؟ بتكلم على الديفينيشن بتاعها متضمنا الطول، بعد كده بتكلم لي على السايت خارجه منين بالظبط، وتقول لي بقى كل مكان بتاعها المكان ومعناه. ريتروسيكال ورا السيكم، سبسيكال تحت السيكم، بلفيك يعني ديسندنج نازل عند البلفيك بريم، بري اليال او بوست اليال يعني قدام او ورا الاليوم. ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني معانا سؤال الليفر سيرفيس اناتومي. لو جه قال لك ليفر سيرفيس اناتومي، لو سمحت ارسم، لو سمحت الرسمه دي لازم تترسم، درب ايدك من دلوقتي انك ترسمها يا عم. ارسم لي شكل الاسترنم، المانيبولم استرناي، البادي اوف ذا استرنم، والزيفوي بروسيس. تعالى كده فوق الزيفوي بروسيس، طلع لي الضلع الخامس، عنده قصاد الزيفوي بروسيس طلع لي الضلع السادس، وخليهم نوعا ما كيرفد سلايتلي كده. عند التيب بتاع الاسترنم طلع السابع، ومن السابع ده طلع الثامن والتاسع والعاشر، يعني الثامن والتاسع والعاشر دول بيتصلوا بالكوستال مارجن بالشكل ده كده. يبقى تاني كده، عند الزيفوي بروسيس بطلع السادس، فوق بطلع الخامس، وتحت بطلع السابع من عند التب بتاع الزيفوي بروسيس، وفي السابع بصله وبالثامن والتاسع والعاشر ريبس. بعد كده رسمت الخطوط الاتيه: الليفت ميد كلافيكولار، وحدد الميد لاين، والرايت ميد كلافيكولار، والرايت ميد اكزيلاري. بس دي النقط، هبدا احط بقى نقط. لما تيجي تكتب كده قول لي والله الليفر سيرفيس اناتومي بيتكون من ايه؟ قال لك عندك ثلاثه بوردر: ابر بوردر، رايت بوردر، لور بوردر. كل واحد منهم عده نقاط متصله بخط. الابر بوردر اربعه نقاط ما تنساهمش، الرايت بوردر نقطتين، اللور بوردر خمس نقاط. اقول النقاط وبعدين اقول البوردر ماشي ازاي. الابر بوردر الاربع نقاط بتوعه، انا قلت لك خد خط في الميد كلافيكولار لاين، خد خط في الميد لاين، خد خط في الرايت ميد كلافيكولار، وخد خط في الرايت ميد اكزيلاري. يبقى هقول في كل مكان منهم موجود النقطه فين. في الليفت ميد كلافيكولار، الليفت ميد كلافيكولار لاين، الفيفث انتركوستال سبيس، نقطه الايبكس او نقطه الفندس بتاعت الاستومك. طب بالنسبه للميديم بلين عند الزيف استرنال جنكشن. طب بالنسبة للرايت ميد كلافيكولار لاين هنطلع عند الضلع رقم خمسة. طيب بالنسبة للرايت ميد اكزيلاري لاين عند الضلع رقم سبعة. يبقى تاني كده، فيفث انتركوستال سبيس، زيف استرنال جنكشن،
fifth rib seventh rib. بص كده هتلاحظ ان بص الضلع السابع، عشان انا ما تخليش الضلع السابع ماشي كده، هتبص تلاقي عندك الابر بورا ده ماشي كده كده كده، وبعدين تقوم نازل بول تحت قوي، لا انا برفع لك الضلع السابع شويه لفوق عشان اخلي الابر بوردر نوعا ما مستوي. بعد كده بقول لك الاور بوردر بيمشي ازاي. قال لك اللاين اللي ما بين الفيرست والسكند والثيرد بوينت نوعا ما كونكيف ابورد، او ممكن تقول عليه كونفكس داون وورد، سميها زي ما انت عايز تسميها. طيب بالنسبه لل بالنسبه لللاين اللي ما بين الثيرد والفورث بوينت بيبقى كونفكس ابورد، يبقى ده كونكيف في الـ first 3 points، وبين الـ point الثالثة والرابعة بيبقى convex. طب بالنسبة للـ right border قال لك بيمثل بلاين، اللاين اللي انت شايفه اللي قدامك ده كونكيف ولا كونفكس؟ كونفكس ناحية الـ right، ممتد ما بين ايه؟ ما بين النقطة رقم 4 في الـ upper border اللي هي النقطة اللي كانت عند الـ 7th rib على في الـ right mid axillary line، بيمتد من النقطة دي لحد النقطة دي. النقطة دي موجودة مكانها فين؟ قالك سنتي تحت الرايت تن سكوستال كارتليج، سنتي تحت الرايت تن سكوستال كارتليج. كوستال كارتليج بتاع الضلع رقم 10، 1 سنتي تحته، ده يعتبر الرايت بوردر. طب بالنسبة للانفيرور بوردر قالك 5 بوينتس، بوينت اللي احنا انتهينا بقى هنا والبوينت اللي احنا بدأنا بقى هنا، اللي هي 1 سنتي تحت الـ 10th كوستال كارتلج على الـ right side، و النقطة اللي احنا بدأنا بقى هنا اللي هي left 5th mid clavicular left 5th center costal space mid clavicular line. يبقى كده فاضل لي ايه؟ فاضل لي 3 points ما بينهم، الـ point الأولى عند الـ right mid clavicular، الـ point التانية دي كده هتبقى عند الـ mid line أو الـ medium plane، والـ point التالتة دي حددها بنقطة معينة لأنها مش ماشية عند plane معينة ومش ماشية عند خط محدد. فتعالى بقى كده عرفني الخمسة بوينتس. البوينت الأولى 1 سنتي تحت الـ 10th costal cartilage في الـ mid axillary line على الـ right side، ما تنساش كلمة right ولا left عشان الـ right أو left مهم. طب النقطة التانية اطلع الضلع اللي فوق، يبقى أنت قصاد الضلع التاسع عند الـ right 10th rib في الـ mid clavicular line. بعد كده اطلع لي النقطة التالتة، أنت كده بقيت في الـ medium plane. فين بالظبط في الـ medium plane؟ في الـ transpyloric plane، ترانس بايلوريك بلين، الخط اللي كان بيعدي في L1. طب بعد كده النقطة اللي بعد كده دي مفيش بقى، ما تقوليش ميد اكزيلاري ولا ميد كلافيكلر ولا ميديم بلين، هي نقطة محددة بذاتها كده عند التب بتاع الـ 8th كوستال كارتلج. أنا كنت هنا عند العاشر، عند التاسع، هنا مفيش، هنا الثامن، عند التب بتاعة الـ 8th كوستال كارتلج على ليفت سايد. بعد كده النقطة رقم 5 ليفت 5th انتر كوستال سبيس ميد كلافيكلر لاين، دول بيمثلوا الانفيريور بوردر. تاني كده يبقى انت عندك ابر بوردر 3 4 نقاط، الرايت بوردر نقطتين، اللور بوردر 5 نقاط. وانا قلت لك ما تنساش ان في عندك ليفت ميد كلافيكولار، ميديم بلين، رايت ميد كلافيكولار، رايت ميد اكزيلري. من برضو الحاجات اللي ممكن تجي لك ولو انت كتبت السيرفس انت بتاع الليفر، يعني ممكن يقول لك سيرفس انت اوف ذا ليفر اند جول بلادر، بس السيرفس انت بتاع الجول بلادر مهم. بص كده الجول بلادر بتظهر في المنطقه دي كده، هي المنطقه دي موجوده فين بالظبط؟ قالك بص كده هتلاحظ ان هي تحت التب بتاعه ال 9th كوستال كارتلج، هذا 9th كوستال كارتلج على الرايت سايد تحت التب بتاعته. ممكن نقولها بطريقه اخرى، قالك تقاطع، مش انا قلت لك ان قصاد ال 9th كوستال كارتلج ده كده بيتواجد الترانس بايلوريك بلين، فقالك مكان تقاطع الترانس بايلوريك بلين مع الميد كلافيكولار لاين على الرايت سايد، ده تعتبر البوينت بتاعت السيرفس اناتومي بتاع التب بتاعت الجول بلادر، واللي احنا بنسميها الفاندس بتاعتها. يبقى تاني كده لما اقول لك السيرفس اناتومي بتاع الجول بلادر تقول لي انا عارف السيرفس اناتومي بتاع الفاندس، ده بيتواجد مكان تقاطع تو خط تو لاينز الرايت ميد كلافيكولار لاين مع الترانس بايلوريك بلين، او ممكن تقول لي النقطه دي موجوده عند التب بتاعت الناينز كوستال كارتليج على الرايت سايد برضه. طيب ده كان بالنسبه للسيرفس اناتومي بتاع الفندس بتاع الجول بلادر. طبعا الجول بلادر بتتكون من فندس وبادي ونيك، وبعدين يطلع منها سيستيك داكت. وده بياخدني للسؤال اللي جاي اللي انا عايز اتكلم عنه، اللي هو سؤال الكومن بايل داكت. لما يجي يكلمني على الكومن بايل داكت هتكلم عن ايه في الكومن بايل داكت؟ هتقولي والله الديفينيشن بتاع الكومن بايل داكت، تاني حاجه هتقولي الفورميشن بتاعها. طبعا الديفينيشن بيتضمن الطول، دايما الديفينيشن بيتضمن الطول. تاني حاجه تقولي الفورميشن بتاعها بتتكون فين وبتتكون من ايه؟ الـ
فورميشن بتتكون فين؟ بتتكون من ايه؟ اللي هو البيجيننج يعني. بعد كده تقول لي بتنتهي فين؟ ازاي؟ يعني بتتحد مع ايه وبتكون ايه؟ بعد كده هتقول لي الكورس والريليشنز بتاعتها زي ما بتتكلم عن اي ارتري. فلما اجي اقول لك ايه هي الكومن بايل داكت، هتقول لي دي داكت كارينج البايل فروم الليفر والجول بلادر، الطول بتاعها تقريبا 8 سم. دي الكومن بايل داكت. طيب بالنسبه للفورميشن بتاعها بتتكون من ايه؟ قال لك بتتكون في فين بالظبط؟ في منطقه البورت هيباتس، الفتحه بتاعت الليفر اللي بيخرج ويدخل منها الاستراكشرز اللي خارجه وداخله من الليفر. بتتكون من عند البورت هيباتس ات السايت من ايه؟ بتتكون باتحاد السيستيك داكت اللي جايه من الجول بلادر مع الكومن هيباتيك داكت. الكومن هيباتيك داكت دي جايه منين؟ جايه من اتحاد الرايت والليفت هيباتيك داكتس. يبقى تاني كده البايل داكت بتتكون فين؟ بتتكون عند البورت هيباتس من ايه؟ من اتحاد السيستيك داكت والكومن هيباتيك داكت اللي جاي من اتحاد الرايت والليفت هيباتيك داكتس. طيب لما اجي اقول لك بتنتهي فين؟ انا هعدي الكورس والريليشنز عشان لهم كلام خاص بهم كده. بتنتهي فين؟ قال لك بتنتهي عن طريق انها تدخل داخل السبستنس بتاعت البنكرياس، تتحد مع المين بانكرياتيك داكت، يعملوا لي كومن هيباتو من الهيباتيك بنكرياتيك داكت. دي كده الكومن هيباتو بنكرياتيك داكت بتبدا تنتفخ، تعمل لي ما يعرف باسم الامبولا اوف فاتر. بعد كده الامبولا اوف فاتر تقوم فاتحه بما يعرف باسم الميجور ديودينال بابيلي، بتفتح في السكند بارت اوف ديودينم. ده الفيرست بارت، ده السكند بارت، والثيرد بارت المفروض ان هو موجود تحته. فقال لك بتفتح في السكند بارت اوف ذا ديودينم. الميجور ديودينال بابيلي موجوده فين بالظبط؟ قال لك بتعتبر حوالي 10 سم من البايلورس بتاعت الاستومك. يبقى انا كده قلت لك بيجيننج بتبدا في البورت هيباتس من اتحاد السيستيك داكت مع الكومن هيباتيك داكت. الاند بتاعتها بتتحد مع المين بنكرياتيك داكت عشان يكون لي كومن ان هيباتو بنكرياتيك داكت. اللي بتنتفخ تعمل لي امبولا اوف فاتر، والامبولا اوف فاتر تفتح في السكند بارت اوف ذا ديودينم، تحديدا في اي وول من الولز بتاعته، في البوستر ميديال وول، تعمل لي ميجور ديودينال بابيلي. مكان الميجور ديودينال بابيلي بالظبط حددها لي كده 10 سنتيمتر فروم البايلورس. ده كان بالنسبه للبيجيننج والاند، وما تنساش الديفينيشن قبلهم، الديفينيشن مع الطول 8 سنتي. طب لما اجي اكلمك بقى على الريليشنز بتاعتها، الريليشنز بتاعتها بنقسمها الى 3 بارتس. بص كده الفيرست بارت بتاعها ده الجزء اللي بيعدي خلال الفري بوردر بتاع الليزر اومنتوم. بص كده السمك، وده الليزر اومنتوم بتاعها اللي هو واصل ما بين الليزر كيرفيتشر والبورت هيباتس. فعليك هي بتعدي في الرايت. بص كده ده الكومن بايل داكت اهي، اللون الاخضر اللي ماشي عليها بايدي كده. قال لك الفيرست بارت بتاعها بيعدي في الرايت فري بوردر بتاع الليسر اومنتم. طبعا ايه اللي بيكون معدي معاه؟ قال لك بيكون معدي معاه الهيباتيك ارتري والجاستريدينال ارتري، وهو بيكونوا كمان معديين قدام البورتال فين. يعني الريليشنز بتاعتها ورا البورتال فين، وموجود على الرايت سايد بتاع الهيباتيك ارتري والجاستريدينال ارتري. الجاستريدينال ارتري ده المفروض الناس تكون خدت بالها منه، انا ذكرته في الاستومك، قلت لك الجاستريدينال ارتري ده كان بينزل عشان يديني الرايت جاستريبلويك ارتري. طيب السكند بارت، قال لك السكند بارت هي الحته دي كده، الحته دي كده الجزء اللي بيعدي فيه ورا الفيرست بارت بتاع الديودينم، وطبعا بيكون موجود برضه قدام البورتال فين وجنب الرايت جاستريدينال. طيب الثيرد بارت اللي بيكون فيه امبيدد داخل الهيب بتاعه البنكرياس عشان يتحد مع المين بنكرياتيك داكت. يبقى تاني لما اقول لك 3 بارتس، ادي الفيرست بارت، ادي السكند بارت، ادي الثيرد بارت. الفيرست بارت موجود فين؟ قال لك موجود في الفري بوردر بتاع الليزر اومنتم. الريليشنز بتاعته موجود، هو موجود على الرايت سايد بتاع الهيباتيك ارتري، وبلاش تقول الجاستريدينال هنا، خلي الجاستريدينال مع السكند بورت وقدام البورتال فين. طب السكند بورت قال لك بيعدي ورا الديودينم، فيرست بورت بتاع الديودينم ريليتد لايه؟ ريليتد لبرضه البورتال فين موجود وراه، وعلى الرايت سايد بتاعه الجاستريدينال، على الرايت سايد بتاع الجاستريدينال ارتري. طب الثيرد بورت بتاعه قال لك موجود داخل هيد اوف بنكرياس، وبيتحد مع الكومن بنكرياتيك داكت عشان يعملوا لي الهيباتو بنكرياتيك داكت. كده احنا خلصنا الفيديو ده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. اشوفكم بخير فيديو جديد، سلام عليكم.